يسعد صباحكم تاني باك، كيف حالكم حبايبي؟ اليوم بدرسنا العربي سوف نكمل بدرس الممرضة، طبعا اليوم الأربعاء، تاريخ اليوم 14/10/2020. اليوم حبايبي رح نراجع قراءة الدرس، بس بدي تركزوا معي منيح في القراءة. ليش؟ لأنه من خلال القراءة بدنا نستخرج وأشرح بعض القواعد اللي إحنا أصلاً نعرفها. رح بلش الدرس. الممرضة، الممرضة، ما عنوان الدرس؟ ما عنوان النص؟ دائماً العنوان يكون في الأعلى، الممرضة هو عنوان الدرس. إذن لما أحكي لكم استخرج من الدرس القواعد التالية، عنوان النص إيش مكتوب ماما هون؟ الممرضة. تقوم الممرضة بعمل شريف، فهي تساعد الطبيب على أداء عمله. إذا بنلاحظ في السطر الأول في عنا كلمتين، أحدهما تحوي لام الشمسية والأخرى تحوي لام القمرية، وكلنا بنعرف إنه الألة القمرية هي الألة التي تكتب وتلفظ وحركتها السكون، والألة الشمسية هي التي تكتب ولا تلفظ وحركتها الشدة. برضو بدنا نستخرج لام الشمسية نكتبها هون، طبعا الدرس فيه أكثر من لام الشمسية، ولام القمرية رح نكتبها هون. وبنفس الوقت في السطر الأول كلمة شريف تحوي تنوين، أخذنا أنواع التنوين وحلينا ورقة عمل عليهم. ما نوع التنوين الموجود في كلمة شريف؟ أحسنتم، تنوين الكسر، تنوين الكسر، كسرة وكسرة، برافو. نكمل. في علاج المرضى، أخذتوا يا تاني بالصف الأول حروف اسمهم حروف الجر، حروف الجر، من، إلى، عن، على، في، الباء حرف جر، الكاف حرف جر. رح نأخذ عنهم أكتر، بس أنا بعرف أنه أنتم بتعرفوهم، فرح نعمل حصة كاملة عن حروف الجر. بس هون بدي أوضح لكم أنه السطر الأول والسطر الثاني بيحتوي على حروف جر. مثلا في حرف جر، بي عمل، بي الباء حرف جر، في حرف جر، وهلا بنشوف كمان في عنا بالدرس حروف جر أخرى. تعطي الممرضة الدواء، لاحظوا الممرضة الدواء، للقمرية وللشمسية، للمريض، للمريض، وتعتني بصحته. برضو هون الباء لما تكون زيادة حبايبي تعتبر أيضا حرف جر. وتعامله معاملة حسنة، ما نوع التنوين على كلمة معاملة وعلى كلمة حسنة؟ ما نوع التنوين يا ثاني؟ أحسنتم، تنوين الفتح، برافو، تنوين الفتح، فتحتين مع بعض، تنوين الفتح. هون مطلوب منا نستخرج كلمة تنتهي بتنوين الفتح. طبعا عندنا أكثر من كلمة، إحنا بنختار الكلمة اللي إحنا بدنا إياها وبنكتبها. تواسي الممرضة المريضة، الممرضة المريضة، قمرية، لماذا؟ لتخفف من ألمه وتعطيه الأمل بقرب الشفاء. لاحظوا كمان الأمل عندنا قمرية. وهي مين هي؟ مين قصدهم به؟ وهي تؤدي اللي هي الممرضة، إذن كلمة وهي بتعود للممرضة، تؤدي عملها برأفة. ما نوع التنوين؟ أحسنتم، تنوين الكسر، وتواضع أيضا تنوين الكسر، وإخلاص. عمل الممرضة صعب، صعب، ما نوع هذا التنوين؟ أحسنتم، تنوين الضم، تنوين الضم، صعبا تحوي تنوين الضم. ولكنها فخورة، برضو في عنا كلمة فخورة أيضا تحوي تنوين الضم. هلا هون بدنا كلمة تنتهي بتنوين الضم، إذا كتبت صعبا صح، وإذا كتبت فخورة كمان صح. بمهنتها كثيرا، مين بتذكر القاعدة تبع التنوين الفتح؟ ليش هون حطوا
أحسنتم، لأنه حرف الراء اللي مش من الأحرف اللي هم من أصدقاء تنوين الفتح، فدائما بنحط ألف لما يكون تنوين الفتح، لأنها محنة الرحمة الشمسية والعطاء القمرية. هلا حبايبي القواعد المطلوب منا أنه نستخرجها، هلا بنزلكم كمان الصورة اللي هي مع عنوان النص، طبعا على الدفتر رح نكتبه العنوان واليوم والتاريخ. ثانيا لام الشمسية، أي كلمة بدكم إياها، واحدة أو تنتين. لام القمرية، كلمة تنتهي بتنوين الفتح، كلمة واحدة بس. كلمة تنتهي بتنوين الضم أون، كلمة تنتهي بتنوين الكسر إن. ويعطيكم العافية حبايبي، هذا هو المطلوب منا لليوم.